يا مكة يا هدى، تعالوا يا بنات خدوا كيسين الشيبس دول واطلعوا عند عمتكم العبوا. انت جيتي انت يا لولو، وايه الكيسه اللي في حضنك دي؟ اطلعي بباقي 500 جنيه اللي اديتهم لك عشان اللحمه. ده انا لسه جايه حالا. هو انا مش قلت لك انا رحت اجيب 2 كيلو لحمه زي ما قلت لي، لقيت الجزار قافل. عادي يا حبيبتي مفيش مشكله، انا هبقى اروح اجيب. هات الفلوس بس، نفسي اعرف الكيسه اللي انت حضناها دي. عادي دي شويه حاجات كده. ما انا عارف ان هم حاجات. ايه هم الحاجات دي؟ دول كيسين اندومي، اصل ساعات بكون بالليل زهقانه فبحب انقنق. واحنا مش مانعين الاندومي ده يخش البيت عشان خاطر على العيال، وكمان جايبه لها اندومي ابو 50 جنيه كوري. ولا خطر ولا حاجه، دي بتبقى شركات منافسه فبيضربوا في بعض، وبعدين انا جبته ب 35 بس. وده كيس شيبسي بالطماطم، اصلي بحبه قوي. وده شيبسي كمان. ما انت جايبه واحد قبل كده، ولا هي تفاصه وخلاص؟ انت كده مش فاهم، الاولاني بالطماطم والتاني بالشط. معلش يا ستي، بس انا فهمي على قدي. وده كريم كراميل، هبديك واحده انا عارفه ان انت بتحبه. وده بسكوت لوتس. وده بكام ان شاء الله؟ ب 60 جنيه كان عليه عرض. يا نهارك اسود، بسكوت ب 60 جنيه؟ انت عايزاني اشد في شعري؟ بس اشد ايه ده، انت طيرتيه من عمايلك. كملي كملي. ودي بقى زبده لوتس. اه قلبي هيقف. هو انت مش لسه جايبه لوتس دلوقتي؟ يا ابني دي زبدة لوتس، زبدة كده، وما ينفعش اجيب الزبدة من غير البسكوت. بص شايف عامل ازاي؟ لازم تجيب البسكوتة تغمس بيها كده الزبدة، هتلاقيني بضحك طول اليوم في البيت. يا ابني دي احلى من الشوكولاتة. وده شوية لب سوبر لزوم القعدة، وشوية بقى ايه بيبسي كده عشان يرطب على قلبي. اه يا دماغي، يعني من الاخر كده خلصت ال 500 جنيه كلهم على الحاجات الهايفة دي. دايما مستعجل كده. بص بقى انا جبت ايه؟ ربع لانشون وربع جبنه مش، ما احنا سكرنا بقى فنحدق، ولما اجوع بقى اعمل لي سندوتش لف كده حته جبنه على حته لانشون. يا لا عن اذنك بقى، دول يلزموني. يوه امال انا هاكل ايه؟ اوف يا بيني، لو اديتك فلوس تاني تجيبي حاجه. كلي يلا كلي. بلاش ادلع نفسي يعني، ما انا ما لقيتش حد يدلع. قلت تدلعي يا بنتي يا دولو، وهاتلك شويه حاجات وروشي نفسك.